Oh.
قراءة أولى من نبوءة أشعياء النبي. هذا ما يقوله الرب: افرحي أيتها البرية العطشة، وليبتهج القفر وليزهر كالسوسن، فتزهر برار الأردن وتفرح بغابها وتبتهج، فإنها أوتيت مجد لبنان وشرف الكرمل، وشعبي ينظر مجد الرب وسمو الله. فتشددي أيتها الأيدي المسترخية والركب المخلعة، عزوا وقولوا لمتضجري القلوب، تقووا ولا تخافوا، ها إن إلهنا يجازي بالحكم وسيجازي، إنه يأتي ويخلصنا. حينئذ تنفتح عيون العمي وأذان الصم تسمع، حينئذ يكفر الأعرج كالأيل ويكون لسان الأبكم فصيحا، إذ قد انفجر ماء في البرية ونهر في الأرض الضمئة، فتنقلب المغارة غياضا ويكون في الأرض العطشة ينبوع ماء، هناك يكون سرورا للطيور وحظائر للهزار والقصب والغياض، ويكون هناك طريق نقي فيقال له الطريق المقدس، لا يعبر فيه نجس ولا يكون هناك طريق لنجس، أما المتشتتون فيسكنون فيه ولا يضلون، ولا يكون هناك أسد ولا يصعد إليه شيء من الوحوش الشريرة، ولا يوجد هناك، بل يسير فيه المخلصون والملتئمون لأجل الرب، ويرجعون ويأتون إلى صهيون بسرور وابتهاج، ويكون على رؤوسهم سرور أبدي، فإن على رؤوسهم التسبيح والابتهاج، ويتبعهم السرور، وينهزم عنهم الأسف والحزن والتنهد. قراءة ثانية من نبوءة أشعياء النبي. هذا ما يقوله الرب: أيها العطاش هلموا إلى الماء، والذين لا فضة لهم هلموا ابتاعوا، كلوا واشربوا بغير فضة ولا ثمن، خمرا ودسما، لماذا تكرمون الفضة فيما ليس للخبز؟ أفليس تعبكم لشبعكم؟ اسمعوا لي فتأكلوا الطيبات وتتنعم نفوسكم في الخيرات. اصغوا بآذانكم واتبعوا طريقي، استمعوني فتحيا نفوسكم في الخيرات، فإني أعاهدكم عهدا أبديا على مبرات داود الأمينة. ها أنا ذا جعلته شاهدا في الأمم ورئيسا وآمرا في الشعوب، ها إن الأمم التي لم تكن تعرفك تدعوك، والشعوب التي لم تكن تعلم بك تلجأ إليك، لأجل الرب إلهك وقدوس إسرائيل، فإنه مجدك. التمسوا الرب وعند وجدانكم إياه ادعوه، وحين يقترب منكم فليترك المنافق طرقه والرجل الأثيم أفكاره. توبوا إلى الرب فترحموا، أصرخوا إليه فإنه يكثر العفو عن خطاياكم، لأن أفكاري ليست مثل أفكاركم ولا طرقكم مثل طرقي، يقول الرب. بل كما تبعد السماء عن الأرض كذلك تبعد طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. لأنه كما ينزل المطر أو الثلج من السماء ولا يرجع حتى يروي الأرض فتنشئ وتنبت وتعطي الزارع زرعا وخبزا للأكل، كذلك تكون كلمة التي متى خرجت من فمي لا ترجع إلي فارغة، حتى يتم كل ما شئت وأمهد طرقي ووصاياي. فإنكم بسرور تخرجون وبفرح تعلمون، لأن الجبال والتلال تندفع لاستقبالكم بفرح، وجميع أشجار الحقل تصفق بأغصانها، وعوض العليق ينبت السرور،
وعوض القراص ينبت الآس، ويكون ذاك للرب اسما وآية أبدية لن تنقرض. Τάδε λέγει Κύριος, αντλήσατε είδωρ μετεφροσύνης εκ των πηγών του σωτηρίου και ρίσιν τη ημέρα εκείνη. Υμνείτε τον Κύριον, βάτε το όνομα αυτού, αναγγείλατε εν της έθνεση τα ένδοξα αυτού. Μη μνήσκεστε ότι υψώθη το όνομα αυτού. Υμνήσατε το όνομα Κυρίου ότι υψηλά επίησεν, αναγγείλατε ταύτα εν πάση τη γη. Αγαλιάστε και εφραίνεστε οι κατοικούντες Σιών, ότι υψώθη ο Άγιος του Ισραήλ μέσου αυτής. Ρόμπου νούρι ο μου χαλίσι φαμίν μαναχάφ. Αλληλούς λί. Ρόμπου άδιδον χαιάτι φαμίν μαναζά. Ήκματός. Φασλον μιν ρισάλα τιλ κιντήσι. بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. يا إخوة، لا أريد أن تجهلوا أن أبانا كلهم كانوا تحت السحابة وكلهم جازوا في البحر وكلهم اصطبغوا لموسى في السحاب وفي البحر وكلهم أكلوا طعاما روحيا واحدا وكلهم شربوا شرابا روحيا واحدا فإنهم كانوا يشربون من صخرة روحية كانت تتبعهم والصخرة كانت تلمسي السلام لجميعكم ولروحك اتو كذا ماركون أجي إفانجيليو تو أناغنوسما مجدولك يا رب المجدولك تو كيرو إكينو إرثن ο Ιησούς από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και βαπτίστη που Ιωάννου εις τον Ιορδάνην και ευθέως αναβαίνων από του ύδατος είδε σχιζωμένους στους ουρανούς και το πνεύμα ως υπεριστεράν καταβαίνουν επ' αυτούν και φωνή εγένετο εκ των ουρανών «Συ ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα». فصل شريف من بشارة القديس مرقس البشير مجدولك يا رب المجدولات في تلك الأيام جاء يسوع من ناصرة الجليل واعتمد من يوحنا في الأردن وللوقت إذ صعد من الماء رأى السموات قد انشقت والروح مثل حمامة قد نزل عليه
وكان صوت من السماء قائلا: أنت ابن الحبيب الذي به سرير. المجد لك يا رب المجد لك. الساكنين فيها إلى الرب نطلب. من أجل اعتدال الأهوية وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلام إلى الرب نطلب. السائرين في البحر والمسافرين في البر والجو، المرضى والمضنيين والمغتربين والمهاجرين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل أن يتقدس هذا الماء بقوة وفعل وحلول الروح القدس إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل أن تنغرس في هذه المياه فعالية التنقية التي للثالوث الفائق الجوهر إلى الرب نطلب. يا رب من أجل أن تمنح لها نعمة الفداء وبركة الأردن إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل أن نستنير بنور المعرفة وحسن العبادة بحلول الروح القدس إلى الرب نطلب. يا رب. من أجل أن يصير هذا الماء موهبة للتقديس وغفرانا للخطايا لشفاء النفس والجسد ولكل منفعة إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل أن يكون هذا الماء مفيدا للحياة الأبدية إلى الرب نطلب. يا رب
لظهوره دافعا لكل مكائد الأعداء المنظورين وغير المنظورين إلى الرب نطلب. من أجل الذين يستقون ويتناولون منه لتقديس المنازل إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. من أجل أن يكون لجميع الذين يستقون ويتناولون منه بإيمان تنقية للنفوس والأجساد إلى الرب نطلب. من أجل أن نكون مستحقين أن نمتلئ تقديسا إذ نتناول من هذه المياه بظهور الروح القدس بحال غير منظورة إلى الرب نطلب. من أجل أن يستجيب الرب لإله صوت تضرعنا نحن الخطأ ويرحمنا إلى الرب نطلب. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. أنتي لافوسوس إليسون كذي فيلكسون ماسوثيوس تسي خارتي Παναγία Σαχράντου, υπερυφλογημένη συνδόξο δεσπίνη Σιμών Θεοτόκου και αη Παρθένο Μαρία. Μη τα πάντων των Αγίων μην μουρεύσαντες οι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Θαυμαστά τα έργα σου και ουδείς λόγος εξαρκέσει προς ύμνον των θαυμασίων σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Μέγαση Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου και ουδείς λόγος εξαρκέσει προς ύμνον των θαυμασίων σου. Αλμαζδούλακ αιά ηλάχ, αλμαζδούλακ. عظيم أنت يا رب عجيبة أعمالك وليس من كلام يفي بتسبيح عجائبك. المجد لك يا إلهنا المجد لك. لأنك بمشيئتك أبرزت جميع الأشياء من العدم إلى الوجود وبعزتك تضبط الخليقة وبعنايتك تسوس العالم. أنت الذي نظمت الخليقة من أربعة عناصر وكللت دور السنة بأربعة فصول. منك ترتعد جميع القوات العقلية، إياك يسبح الشمس وإياك يمجد القمر. لك تخضع النجوم، إياك يطيع النور. منك ترتعد اللجج، لك تتعبد الينابيع. أنت بسطت السماء كالخيمة، أنت ثبتت الأرض على المياه، أنت أحطت البحر بالرمل، أنت سكبت الهواء للتنفس. إياك تخدم القوات الملائكية، لك تجد مصاف رؤساء الملائكة الشيروبيم الكثيرو العيون والسرافيم ذو الستة الأجنحة، إذ هم منتصبون لديك وطائرون حوليك يحتجبون خوفا من مجدك الذي لا يدنى منه، لأنك وأنت إله غير محصور ولا بداءة له وغير موصوف. أتيت إلى الأرض آخذا صورة عبد وصائرا بشبه الناس، لأنك أيها السيد لم تحتمل لأجل عواطف رحمتك أن تعاين جنس البشر مقهورا من الشيطان، لكنك أتيت وخلصتنا، فنعترف بالنعمة
ونكرز بالرحمة ولا نخفي الإحسان. أولاد طبيعتنا أنت حررتهم، الحشا البتولي بمولدك قدسته، فكل الخليقة قد سبحتك في ظهورك، لأنك أنت إلهنا على الأرض ظهرت وبين الناس ترددت. مجاري الأردن إذ قدستها، إذ أرسلت من السماء روحك الكلي قدسه، وسحقت رؤوس التنانين المعششة فيها. Αυτόσουν φιλάτου βασιλεύ πάρεσον και εις επιφυτίσεις του Αγίους Πνεύματος και αγίασον το είδωρ τούτο. Αμήν. فأنت إذن أيها الملك المحب البشر أحضر الآن بحلول روحك القدوس وقدس هذا الماء. فأنت إذن أيها الملك المحب البشر أحضر الآن بحلول روحك القدوس وقدس هذا الماء. آمين. امنحه نعمة الفداء وبركة الأردن، اجعله ينبوعا لعدم الفساد موهبة للتقديس، فداء للخطايا ومبيدا للأمراض وللشياطين، غير مقترب إليه من القوات المضادة ومملوءاً قوة ملائكية، حتى إن جميع الذين يستقون ويتناولون منه يكون لهم للتنقية النفوس والأجساد، لشفاء الآلام، لتقديس المنازل، وملائماً لكل منفعة، لأنك أنت إلهنا الذي بالماء والروح جددت الطبيعة المتعتقة من قبل الخطيئة. أنت إلهنا الذي أغرقت الخطيئة بالماء على عهد نوح. أنت إلهنا الذي في البحر أعتقت جنس العبرانيين من عبودية فرعون على يد موسى. أنت إلهنا الذي شق الصخرة في البرية فانفجرت المياه وفاضت الأودية فرويت شعبك العطشان. أنت إلهنا الذي بالماء والنار أنقذت إسرائيل من ظلالة البعل على يد إيليا. Αυτός την ιδέστα αγίασαν το είδωρ τούτο, το πνεύμα της σου το Αγίο. Αμήν. فأنت الآن أيها السيد قدس هذا الماء بروحك القدوس. فأنت الآن أيها السيد قدس هذا الماء بروحك القدوس. آمين. وامنح جميع الذين يلمسونه والذين يدهنون به ويتناولون منه التقديس والبركة والتنقية والصحة. خلص يا رب عبيدك ملوكنا المؤمنين. خلص يا رب عبيدك ملوكنا المؤمنين. خلص يا رب عبيدك ملوكنا المؤمنين. واحفظهم تحت سترك بسلام، اخضع تحت أقدامهم كل عدو ومحارب، وامنحهم كل ما يطلبونه للخلاص، وهبهم الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبانا وبطرياركنا ثيوفيلوس وكل الكهنة والخدام في المسيح وجميع الطغمة الكهنوتية والشعب الواقف حولنا وإخوتنا الذين تغيبوا عنا لأعذار مقبولة، وارحمهم وإيانا بحسب عظيم رحمتك، لكي يمجد اسمك الكلي قدسه مع الآب والروح القدس بالعناصر والملائكة والبشر والبرايا المنظورة وغير المنظورة، الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. السلام لجميعكم ولروحك. أسكفلاسيمون το Κύριο κλείνομαι. Του ψυχών και των σωμάτων ημών και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν
Συν το ανάρχος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν Ιορδάνη βαπτιζόμενο σου, Κύριε, και της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης του Γαργενήτωρος η φωνή προσεμαρτύρηση αγαπητών σε لأن صوت الأب تقدم لك بالشهادة مسمياً إياك ابناً محبوباً والروح بهيئة حمامة يؤيده حقيقة الكلمة فيا من ظهرت ونرت العالم أيها المسيح الإله المجد لك بإيمانك يا رب في نار الأردن ظهرت السجدة للثالوث لأن صوت الآب تقدم لك بالشهادة مسمياً إياك ابناً محبوباً والروح بهيئة حمامة يؤيد حقيقة الكلمة فيا من ظهرت ونرت العالم أيها المسيح الإله المجد لك اليوم ظهرت
والروح بهيئة حمامة يؤيد حقيقة الكلمة. فيا من ظهرت وأنرت العالم أيها المسيح الإله المجد أبنائي، إليكم كلمة أبينا صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث. السادة أصحاب السيادة المطارنة الجزيل الاحترام، الضيوف الكرام، السادة أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة الأكارم، أبنائي وبناتي المحبوبون بالرب والشعب المبارك، خشوع عظيم يغمرنا اليوم ونحن نقف في هذه البقعة المقدسة ملتئمين بقلب واحد رافعين التسبيح والصلوات لإلهنا الظاهر ههنا والذي أعلن ذاته بسماع الأذان ورؤية العيون البشرية، الذي استحقت باتضاع أن تسمع وتعاين ما انتظره الأنبياء بشوق وبشروا به من جيل إلى جيل. أرض اقتبلت الإله فصارت به سماء، فتباركت به وبوركت بها كل المسكونة. من هذا المكان المقدس استعلن الإيمان المسيحي بالثالوث الأقدس وكرز به في أصقاع المسكونة. من أرضنا المقدسة دعينا أبناء لله لنسلك باسمه، دعينا لننزع عنا الظلمات الظهرية ونعبر للنور ونغدو أبناء للملكوت، إذ أصبح إلهنا الظاهر ههنا في الأردن هو الطريق والغاية. فمن مياه الأردن تتقدس كل الطبيعة، إذ ظهر الرب والمخلص منحنياً للقديس يوحنا المعمدان ليرفع ما قد هلك ويحيي كل مائت ويحول ما في الموت إلى حياة وينبوع شفاء. من هنا دعوتنا أن ندخل لعمق كياننا وننظر أين نحن من هذا التنازل الإلهي، وأين نحن من هذا الحب الإلهي، وأي غاية نريدها. كل غاية بشرية لا تقوم على الخلاص هي فانية، وما من أجد أرضي يصحب صاحبه. صلاتنا اليوم نرفعها ليتيقن كل واحد من مراده، ولنتجدد بالتوبة لنتحد بمن صار مثلنا ليسيرنا على شبهه بالنعمة لنكون في الحق. بناتي وأبنائي الأحباء، إن كنيستنا الأورشليمية المقدسة تشهد طيلة 2000 عام لما شهدته هذه الأرض المباركة من أحداث خلاصية، محافظة على إرثنا الإيماني والروحي والتاريخي من كل شائبة، كما حافظت بطريركيتنا المقدسية وأخوية القبر المقدس على هذه الأماكن المقدسة لما تحمله من قدسية وعراقة رغم كل التحديات والمصاعب عبر العصور. في بلادنا المقدسة هذه عاش مئات بل آلاف من النساك والقديسين والقديسات الذين اختبروا محبة الله وجعلوها طريقهم للخلاص، إذ عاشوا بموجبها
مدركين أن الله محبة وحياة. على هذا الدرب سلكوا وجاهدوا فاستناروا وساروا، وصار الملكوت موطنهم من هذه الدنيا، فأثمرت أرضنا بهم وبدماء الشهداء قداسة تشهد لها الأجيال. هذه هي بلادنا التي نحن عليها الآن، ارتوت بجهاداتهم ودمائهم، والآن نقف عليها لنحيي حدث الظهور الإلهي. فكم نحن مباركون، ومن أجل هذه البركة نرفع صلاة شكرية لإلهنا المحب. إننا نصلي اليوم من أجل السلام المنشود في فلسطين، وخاصة في غزة لوقف الحرب، ونناشد من هذا المكان المقدس كل ذوي النوايا الحسنة من الشعوب العالم للعمل من أجل إحلال السلام، كما ندعو كل الجهات الحكومية والرسمية في دول العالم لتتحمل مسؤوليتها أمام شعوب المنطقة لإحلال السلام ووقف الحرب وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، كما ونرفع الصلاة من أجل قائد أردننا الحبيب صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، الوصي الأمين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ونسأل الله أن يديمه بالصحة والعافية وكل نعمة وبركة من لدنه، ليبقى ذخراً للأمة وللإنسانية وللوطن العزيز الأردن. ونعايد إذ نحتفل في هذا العام للذكرى 25 لجلوسه على عرش المملكة الأردنية الهاشمية وتسلمه سلطاته الدستورية. أيها الأحباء، بهجتنا الروحية تزداد في هذا اليوم إذ نحتفل بعيد الغطاس، ونعاين بهاء هذا المكان المقدس والذي يصادف في هذا العام اليوبيل الفضي لبدء في تأهيله وبنائه مما يليق به كموقع مقدس، ليكون محط أنظار العالم للتبرك منه، إذ يظهر إيكونة الأردن المتناغمة بتكامل قائم على روح المحبة. فإننا إذ ننظر هذا البهاء نتوجه بالشكر الكبير المقرون بالدعاء لصاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد المعظم بدوره رئيساً لمجلس أمناء هيئة موقع المغطس لرؤيته الثاقبة والغيورة لإظهار هذا المكان المقدس بما يليق بقدسيته، كما شكرنا الجزيل لمجلس أمناء هيئة موقع المغطس ولوزارة السياحة والآثار ولعطوفة الأمين العام للوزارة السيد عماد حجازين ولسعادة المهندس رستم مكينجيان وكافة الفرق المعاونة له. لذا فإننا من بلدنا الأردن الذي ينعم
بلطف الله وحنكة قائده بالأمن والاستقرار في ظل اضطراب تعيشه المنطقة في الشرق الأوسط، نطمئن وندعو أبناءنا في كل المعمورة للحج لهذا المكان المقدس وللأماكن المقدسة العديدة المنتشرة في بلادنا المقدسة وأردننا الحبيب، إذ تجد فيها النفس البشرية السكينة والطمأنينة والسلام الروحي. كما نتوجه بشكرنا الأبوي لكل من ساهم في تحضير هذا الحدث المقدس، ونخص بالذكر جيشنا العربي الباسل الذي يسهر على الحدود، وها هنا نعتز ونفتخر بجيشنا العربي الباسر وقوات الأمن والعاملين في هذه البقعة المقدسة وإدارتها مع أبنائنا الإكليروس الموقر وأعضاء الشبيبة والكشافة المنظمين لهذا الحج المقدس. كما ونشكر وسائل الإعلام والصحافة الناقلة لهذا الحدث، نسأل إلهنا الظاهر في الأردن أن يحفظكم بسلامه ويقدسكم وينيركم بمعرفته لتسلكوا في الحق فتتحرروا وتكونوا بنو الملكوت. الداعي لبنوتكم بالخير والبركة ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة أورشليم وسائر أعمال فلسطين والأردن. Των οσίων και των πατέρων των πατέρων Ιωακήμ και Άνης και πάντως του Αγίου του Φίλου Yeah.
القديس أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. آمين. أبنائي كل سنة وأنتم سالمين جميعا، ربنا يبارككم لحضوركم لأنكم اليوم اجيتوا لهذا المكان المقدس مع كل الظروف الجوية احتملتموها واجيتوا حتى تأخذوا بركة من هذا المكان المقدس بحضور صاحب الغبطة من المدينة المقدسة القدس الحبيبة. أبنائي ربنا يحميكم يبارككم. بدي أطلب منكم إنكم تبقوا مكانكم، ومن خلال الشاشات رح تشوفوا صاحب الغبطة مع المطارنة اللي رح ينزلوا على نهر الأردن لأسباب أمنية مش رح نقدر ننزل، إنتوا كلكم تتفهموها، ولكن بترجاكم تبقوا مكانكم. أبنائي صاحب الغبطة مع المطار مع المطارنة رح ننزل تحت على نهر الأردن، رح تتبعوا كل الاحتفال اللي تحت من الشاشات عندكم. هلأ الآباء الكهنة رح يجوا عندكم الآباء حتى يكرزوكم بالمي المقدسة من مكانكم بمكانكم، رح يجوا عندكم الآباء في كل منطقة، رح يمر 12 أب هلأ رح يجوا عندكم، كمان صاحب الغبطة في مروره هلأ رح نمر حتى كمان يشكر ويسلم على أصحاب السعادة الأعيان والنواب والوزراء الموجودين مع السفرة الهيئة الدبلوماسية اللي منشكرهم. هلأ رح يمر صاحب الغبطة حتى يسلم عليهم وينزل الموكب لتحت. كمان سيدنا اليوم حب شخص من لبنان، أجا جروب كامل من لبنان معنا هون، حب يقدم لك سيدنا هاي أرزة لبنان. طول بعمرك وتضلك منارة للشرق. طول بعمر يوحنا يازجي. نعم الله يطول بعمرك. نحن صلينا وطلبنا من ربنا ياتنا الصحة وحامش السلام على بنايات نحن والمنطقتنا. شكرا 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 شكرا. كل مايكات هسا Let my knee be there is a rose.
حمامة يؤيد حقيقة الكلمة. فيا من ظهرت وأنرت العالم أيها المسيح الإله المجدود.
المجد للثالوث، لأن صوت الآب تقدم لك بالشهادة مسمياً إياك ابناً محبوباً، والروح بهيئة حمامة يؤيد حقيقة الكلمة. فيا Oh, Epiphanes,
Χριστέ ο Θεός και τον κόσμον φώτισας δόξαση. Για ραπφίνα χρή λόρδον δάχαρα τη σέσδα τη θάλους. لأن صوت الأب تقدم لك بالشهادة مسمياً ياك ابناً محبوباً والروح بهيئة حمام يؤيد حقيقة الكلمة فيا من ظهرت وأنرت العالم أيها المسيح الإله مجد لك ظني وابتزمن سنكيري Ιτις Τριάδους εφανερώθη προς κινήσεις του αργενήτωρος η φωνή προς εμαρτυρήσει αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα και το πνεύμα εν είδη περιστεράς ευεβαίου του λόγου το ασφαλές ο επιφάνης Χριστέ ο Θεός και τον κόσμον ارحمنا يا الله بحسب عظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم وأيضا نطلب من أجل المسيحيين الحسن العباد الأرثوذكسيين وأيضا نطلب من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس وإخوتنا رؤساء الكهنة والكهنة المتوحدين الكهنة الشمامسة الرهبان والراهبات وكل إخوتنا في المسيح وأيضا نطلب من أجل الصحة السلامة والعافية والتأييد لجلالة ملكنا عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين ولجميع الأسرة الأردنية الواحدة وجميع الذين يسهرون على أمن واستقرار الوطن من جيشنا العربي الباسل وقوات الأمن وجميع الذين يخدمون ويتعبون من أجل رفعة الوطن يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم يا الأب والابن والروح القدوس الآن وكل آن ولا دهر داهرين آمين Πολυχρόνιον είσαι Κύριος ο Θεός των μακαριότατων θειότατων και Παναγιότατων Πατέρα ημών και Πατριά Αγίας πόλεως Ιερουσαλήμ
Ασίς Παλαιστίνης, Κύριον, Κύριον, Θεόφιλον των Τρίτων, Κύριε φύλατε αυτόν, εις πολλά έτη, εις πολλά صلوات سيدنا القديس أيها الرب يسوع المسيح إله نرحمنا وخلصنا. خرونيا بولا بطي الورثلومي وقفوا هنا سورة جمعية.